على الرغم من المكالمة الإيجابية بين نتنياهو وبايدن بعد توتر بينهما بشأن حرب غزة، إلا أن 5 أعضاء ديمقراطيين من مجلس الشيوخ الأمريكي يوقعون على إجراء من شأنه أن يجعل المساعدات المقدمة لإسرائيل مشروطة بامتثالها للقانون الدولي، وفقاً لما نقلت وسائل إعلام أمريكية. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فقد قام السيناتور الديمقراطي تيم كين بحشد الدعم لإجراء تعديل يمنع الرئيس بايدن من تخطي الكونغرس عندما يتعلق الأمر بنقل الأسلحة إلى إسرائيل حسب صحيفة واشنطن بوست. الإجراء هذا جاء بعد أيام قليلة من تصويت 11 عضواً في مجلس الشيوخ لصالح قانون يهدف إلى إجبار بايدن على فحص الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان من قبل إسرائيل في حربها على غزة. المكالمة التي جمعت بايدن ونتنياهو بعد توتر كان واضحاً خلال الأيام الأخيرة بسبب عدم موافقة إسرائيل على أي من مطالب أمريكا بشأن الحرب، تضمنت موافقة إسرائيلية على فكرة حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية حسب ما أعلن الرئيس الأمريكي.